من حلب هنا دمشق. لم تكن يوما محافظة حلب إلا سندا لشقيقتها دمشق، فبعد العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي وتسبب بخروج المهابط عن الخدمة وبعض الخسائر المادية، توقف عمل مطار دمشق مؤقتا، وتم تحويل كافة الرحلات الجوية من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب الدولي. تم رفع الجاهزية في المطار إن كان من الناحية البشرية أو التجهيزات. طبعا حاليا تم تنفيذ 75 رحلة تقريبا خلال 72 ساعة، والأمور إن شاء الله في جاهزية تامة. مطار حلب الدولي جاهز على مدار 24 ساعة من خلال استنفار كامل لجميع العاملين في المطار. تم تنفيذ حتى الآن حوالي 78 رحلة مناصفة بين مغادرة وقدوم. طبعا علائم الارتياح وكلمات الشكر البادية على وجوه المسافرين والمودعين تشعر تنسينا التعب والضغط الذي يحصل في المطار. الخطوط الجوية السورية بتخدم كافة الطائرات الوافدة والقادمة والمغادرة من مطار حلب، والجاهزية حاليا موجودة عندنا بشكل كامل، مستعدين تخدم كافة الطائرات. وضمن جهوزية عالية الإجراءات، بدأ مطار حلب الدولي بتسيير الرحلات الجوية المقررة والبديلة عن مطار دمشق الدولي، وقام بتقديم مستلزمات التشغيل للشركات المشغلة. يقوم مركز هجرة مطار حلب بتقديم المساعدات للأخوة المسافرين القادمين والمغادرين. طبعا كوادرنا موجودة وكاملة وتجهيزاتنا كاملة، والمطار جاهز للعمل منذ 2017 منذ تحرير حلب. دورنا نقوم باستقبال المسافرين، التأكد من وثائقهم الصحية من ناحية شهادة اللقاح الدولية أو من ناحية البي سي آر، وتقديم كل الخدمات الصحية في حال الاضطرار. الحمد لله الأمور يعني ممتازة في أحسن حالاتها، وقادرين على استيعاب رحل إن شاء الله أكثر من هيك، ونحن عم نشتغل حاليا يعني بطاقة عالية إن شاء الله. أي إجراء بخص المسافرين أو أي خطوة للعمل على راحة المسافرين واستقبالهم واستقبال أي شكوى ومعالجة الأمور بالطاقة القصوى والإمكانية الموجودة بإشراف الإدارة والمسؤولين. الاستعدادات والسرعة في خدمة المسافرين وتلبية جميع احتياجاتهم وتأمين راحتهم على مدار الساعة بتكاتف جميع الجهود المتواجدة في المطار لاقى انطباعا حسنا لدى الوافدين والمغادرين من وإلى مطار حلب الدولي، الذي كان جميع من فيه يعمل بأقصى جهده رغم الضغط الكبير في عدد الرحلات الوافدة والمغادرة من وإلى المطار. شيء حلو كتير وخدمات منيحة والشباب ما قصروا معنا. والله كله جيد جدا، يعني المطار صدق دولي ويعني إجراءاته حلوة ويعني خدمات حلوة. الحمد لله زين، يعني بالنسبة لمطار دمشق كل زين الحمد لله، التعامل الناس طيبين. هذا وسيستمر مطار حلب الدولي على نفس مستوى الجهوزية العالية باستقبال الرحلات على مهبطه إلى حين عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل من جديد قريبا، حيث نفذ مطار حلب الدولي حوالي 75 رحلة جوية خلال الأيام الثلاثة الماضية. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء.